ألو زهرة، أصحك تخبرها. عمي عزة، تعرفتوا شي عن أهلي؟ قول بسرعة، ما عاد فيني أصبر. يعني فيك تقولي هيك شي؟ يعني عمي سامي ما قال إنه بيعرفون؟ هو ما خبركم أي شي يا ترى؟ لا بلا، خبرنا زهرة وقالنا كل شي بيعرفوا كمان. إيه؟ اللي شو قال؟ طيب مين هن أهلي؟ يلا خبرني. نحن ما رح نخبرك أي شي هلأ لحتى نتأكد، ماشي؟ أنت صبري شوي. ماشي عمي، مثل ما بدك، أنا ناطرتكم لكان. وصل سلامي لأحلى معلمة بالدنيا والله يخلي لي إياكم. ماشي معلمتك، وصل سلامك هلأ. ما حنطول عليك إن شاء الله. كل مالنا عم نغرق أكتر سامي، عم نغرق أكتر وأكتر. إنت رح نرتاح بقى؟ انت لأنت رح تضل تكذب على ملك؟ أصلاً انت منين بتعرفها لهي المرة؟ أنا كنت مستلم قضيتها، ولما هي انقبض عليها بنتها كانت متوفية. يعني هلأ ملك رايحة مشان تقلها إنه بنتها بعد عايشة؟ جاوبني، كم واحد ناوي لسه تتعدى بخطيته يا سامي؟ عم بتخلي بنتك تقول لمرة تانية إنه بنتها موجودة وهي بالحقيقة بنتها متوفية وحفيدتنا المقصودة، معقول؟ عم قلك المخلوقة انحكمت مؤبد، يعني ما رح تقدر تطلع. رغم هيك مو حرام؟ هلأ هي رح تفكر إنه زهرة بنتها. طيب وإذا حبيت تشوف زهرة شو رح تساوي وقتها؟ قلي. ما رح تقدر. لا، إذا بضطر بجيب زهرة لعنا. مستعد أعمل كل شي كرمال ما أخسر بنتي ملك. شو هاد؟ دخيلك يا ربي، رحمتك يا رب. يلا لشوف، حركها لحالك هلا. ماشي دكتور، يلا تفرجي زهرة. شفتني مو؟ ايه؟ برافو عليك، ارتاح هلا، بعد شوي بنرجع منكمل. ماشي دكتور. ايه؟ علي، مو معقول، برافو عليك، ما كنت بعرف انك صرت بمرحلة متقدمة كل هالقد. انا بس حط شي براسي ما بتركه قبل ما اعمله. زهرة دخيل عيوني، خدي هالمصاري وجيبيني مي لأنه عطشان كتير. تكرم علي، يلا. يسلموا. كتير منيح، وعدتك رح ساعدك سونا ورح نفذ وعدي. هي بخير دكتورة؟ منيحة كتير، والبيبي منيح. ها؟ كله تمام، صار فيني اقول لك شو معه؟ معه ولد. عن جد عم تحكي؟ عن جد ولد؟ ايه طلع. يا سلام عليكي، اطلبي مني يلي بدك اياه. انا بدي اتشكركم لانه سمحتوا لنا نشوف اسيل خانه. سامي بيك فضلوا علي كتير كبير، ما كان في ارفض له طلبه. وبعدين أسير رح تنبسط كتير لأنه لحد هلأ ما حدا زارها. كيف يعني؟ ما إلا حدا بنوب؟ أنا حسب علمي ما إلا حدا بنوب، في عندها جدة وبس، وكل فترة بتتراسل معه. هو ختيار ومريض، لهيك ما أجا ولا مرة لعندها. فوتي أنت حكيها، يمكن أنا ما ترضى تحكي قدامي. شكراً لك. العفو. عزبناك. لا تخافي، أنا هون ناطرك. وهي رح يجي الصبي، والله لأذبح له 10 خواريف بس ليجي. إن شاء الله ألف مبروك. تسلم. تعي سونا، تعي تعي يا أم ابني، تعي.
مرحبا أسيل خانو. أنا ملك سايقنار، بنته لسامي سايقنار. النائب العام سامي بيك. شو جابك؟ أنت شو بدك مني؟ بصراحة أجيت لخبرك شغلة عرفتها من بابا من فترة قصيرة، ولازم تعرفيها، هذا المفروض. عن شو عم تحكي؟ شو الشي اللي لازم أعرفه؟ أي حقك، بس ليكي ما في داعي للخوف بنوب، بالعكس هو الشي بيفرح وشي رح يضيف معنى لحياتك. بعرف أني رح ضل عايشة كل حياتي محبوسة هون، وبرا الحبس كمان ما عندي غير جدي وصحته عادته. يعني شو ما خبرتيني ما رح يضيف لحياتي أي معنى. صدقيني كتير حلو، لأنه بنتك لساتها لهلأ موجودة، ما ماتت. لا مستحيل، بنتي ماتت مو مزبوط، ما رح صدقك، حكي كذب كله. ها طولتي زهرة. يسلموا. يسلموا ايديكي زهرة. ايه بالمناسبة، حذري شو قال لي الدكتور، خلال كم اسبوع رح اقدر امشي. عن جد ما عم صدق هالشي. خبر حلو كتير، وامك رح تفرح كتير كمان. ان شاء الله بتقوم وبتفرحهم. ان شاء الله، بس وقتها ما رح ضل هون. اول ما وقف على رجلي رح اخذ سونا ونهرب سوا. واخيرا. اسيل هن انكذبوا عليكي. انتي شو عم تحكي؟ جدي دفنها بايده، بعدين جدي ما بيكذب علي بالمره. يمكن هو انجبر انه يكذب عليكي. هي عايشة مو؟ احكي احكي. طيب كيف هي، منيحة؟ حلوة كتير وذكية كتير ومهضومة. عايشة بمنطقة هارمانلي، عائلة كيرمان هن اللي عايشة معهم هلأ. بس بعمرها الصغير بسبب المبادلة زوجوها. كانت طالبتي كمان، وأنا حاولت كتير أمنع زواجها، بس زهرة قريبا رح تخلص من المبادلة ورح ترجع حرة وقتها، وهيك يعني رح تقدر تكمل تعليمها. قلتي لي زهرة اسمها؟ وهي صورتها، شوفي. بنتي يا حياتي انتي. بما انه طلعنا على السوق، شو رايكم نختار كروت العرس ونخلص منهم مشان يجهزوا باسرع وقت؟ مالي عاطيه فرحتي لحدا. ولا انا مرت عمي. خلونا نشوف الشراشه فيها اليوم. لازم، اخذنا ثلاثه، وعندك بجهازك مكشكشين كمان. اتركيها، اذا عاجبينها خليها تاخذ اللي بدها اياه. عدنان بعد فتره رح يكون اغى عائله كيرمان على سنه رمح، لهيك مرته وبيته كمان لازم يكون بشكل يليق فيه، ما هيك؟ يلا تعي. يلا طبعا ناطرينك. شو هالحكي، اهلا وسهلا، بس مو عكاسة شاي، عالغدا انا بالمحل وعدنان هون كمان، تعالوا منحكي سوا. ماشي ماشي، نحن بانتظارك. عمك جاي هلا، قال مشان نحكي بالعرس، وبس نخلص بدنا نروح نتغدى كباب. معناها انا طالع، عندي شغل. عدنان وين رايح؟ في اهم من عرسك؟ شو مجنون؟ شو صار لك؟ العرس قرب وحماك جاي لنحكي وانت رايح؟ بابا
قلت لكم ما بدي اتجوز، ما بدي اياها لدلال. كيف يعني ما بدك تتجوز البنت؟ انت بدك تفضحنا بين الناس؟ اذا ما بتحبوا انكم تنفضحوا الغوا العرس من هلا، ما رح اتجوزها وهذا اخر كلام. اسمعني منيح، عزت هلا مغضوب عليه عن سته، والاغاوية ما حدا عم ينافسك عليها، لا تيجي هلا وتعمل مشاكل، امي بعدين قالت كلمتها، اتجوز انت ودلال لحتى تصير الاغا فورا. لا تكون بدك كمان توقف وجه امي وتكسر كلمتها عدنان. ما عم اقول لا لستي، دلال ما رح اتجوزها بابا. مو على كيفك، اذا كنت موافق تتجوز البنت او لا، زواجك هاد رح يصير وما رح تاخد غير دلال، عم تفهم؟ شوفي عزت طلعني من هون فورا، نفسي ما عم فيه اخده. طيب طيب طيب، تعالي تعالي نطلع تعالي. معقول تكون هيك خبيت على هالعله؟ بزعل عن جد، شو بها؟ مين شفتي انت لحتى عم تضحكي هيك؟ لك ليش عم تضحك؟ ما بعرف لك ليش حكمت لك، شو بها؟ شوفوا على المنطقه يا بنتي، شو فيها؟ شو حلوة بنتي، أنا مانا ميتة طلعت عايشة. معناها كذبوا عليكي. اسمعي ايه بنتي، إلى اسم ايه زهرة ليكي. ايه 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 خلص فهمنا فهمنا، مزبوط كلامك، بنتك عايشة. ايه اوف، احنا ناقصنا مجنون. بس عن جد مو معقول حبيبة امي، شو بيعرفني لك هالمدير؟ مسكينة والله مسكينة، زعلتني كثير كلها مشان بنتها. لك لا تزعلي ولا شيء، شو بلسه ما لك شلون متأثرة كثير؟ جنة هيما كمان الله يساعدها حبيبتي، بتفكر من ضحكان عليها وهيلا انه بنتك. ترى معقول استني شوي حقيقية؟ الله يستر، بكرة بننطر ونشوف. يا حرام مسكينة، لك شو عم تعمل؟ خدنا على الخان عمي رستم. علي؟ يعني برأيي هلأ بلا ما نروح على الخان، خليه ياخدنا على البيت، انت كتير تعبت اليوم بعدين منروح. لا أنا منيح، بس كأنه أنت تعبانة، شو قصتك؟ شلون؟ ايه أنا تعبانة. عم تفكري بعزة وملك ما؟ لا تشغلي بالك ولا تفكري، قالوا بس يعرفوا شي رح يخبروكي، رح يتصلوا، أنا متأكد رح يتصلوا، وكل شي عن قريب رح يتحسن. هاي أنا رح طيب ونيفين وسليمان رح يتطلقوا، يعني ما بقى لنوصل للي بدنا إياه غير هالقد زهرة. ايه شو هذا يا؟ والله طلعت عيوني. اطلب لكم شاي كمان؟ قوم على حيلك، لنكون عم ندفع لكم لتتسيرنوا عنا. لا بس عم نلقط نفس يعني. قوم اتحرك يلا. لك ابني، معقولة؟ معقولة أنا هيك اشتغل بآخر عمري؟ أوه. امتى رح تتصل سليمان؟ اتصل يلا. يا ريت لو بيطلع لي حدا يقلي إنه بنتي عايشة. لا
لو بس شم ريحتها لمرة واحدة وبرضى أني موت بعد هيك. ملك شو هالكلام؟ هي إرادة رب العالمين. بعدين صحيح أنه أنت خسرتي بنتك من زمان، بس في عندك طلابك؟ مو قلتيلي أنك بتحسيهم مثل أولادك؟ حتى أنك بتحبيهم أكثر من أهلهم وبتهتمي فيهم أكثر منهم. شوف شوف هدول كانوا لبنتي، هي لبستهم كم ساعة وبس يا روحي. أول فترة ما كنت بقدر نام بدون ما شم ريحتهم. ريحتهم هلأ راحت خلاص، أنا ما نسيتها بس كلهم نسيوها. بنتي ما بتغيب عن حياتي ولا ثانية ولا يوم، وجعها لساته جواتي مثل أول مرة. أهلين أمي. بنتي شو عملتوا؟ كتير شغل بالي. شو قدرت تشوفيها للمرأة؟ ايه احكي لي شو حكيتوا. ما كتير مهم، انا هلا ماني قدراني احكي بالقصه. خلاص منحكي بعدين امي. مو لعندكم، رح نروح على هرمانلي فورا، ما رح نقدر نجي. تمام بنتي، ان شاء الله بتوصلي بالسلامه لكان. شو صار معهم؟ ما قالت لك شيء؟ شافتها للمره، رجعنا خدعنا بنتنا مرة تانية بعد ما وثقت فينا. نحن شو طينتنا من بين البشر سامي؟ بنتي يا عمري صد ما كان بنتها يعني؟ لسه ماسك الصورة وقاعدة. يا حرام بتزحر بتضل عم تحكي مع ما بعرف شو بقى. بنتي طلعت عايشة؟ ايه؟ أسيل لا تفرحي كل هالقد وتحلمي، انت حتى لو كانت بنتك عايشة فانت محكومة مؤبد ويمكن ما تشوفي وشها كمان. لا وعدوني رح شوفها، رح يجيبوا لي اياها. ايه معناتها؟ اسمعي لك، انت مفكرة البنت رح ترضى تحكي معك وانت اللي قتلتي ابوها؟ شو نسياني هالقصة؟ يمكن هي ما تقلك امي كمان، وحتى يمكن تكرهك كتير. عمي رستم أمرني. نحن رح نرجع مع أهلي. روح أنت خلص لا تستنى. يلا بالسلامة لك. يلا الله معك. ليش أصوات الطبل والزمر هاي؟ شكلهم عرفوا أني رح أقدر أمشي ولهيك عم يحتفلوا فيني هلأ. خلينا نفوت ونشوف.